مرحبا بك يا أستاذة ندى موسى. مرحبا بكم وصباح سعيد عليكم على المشاهدين، وصباح التفوق والنجاح لطلاب الشهادة السودانية. الله يا يسلمك، كل الطلاب ان شاء الله اللي حيحرزوا درجات ان شاء الله عالية ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق يعلن عن احرازهم ان شاء الله والنجاح ان شاء الله. نعم. طيب كوني له سكنا، لانه الزوجة اذا كانت هي سكن للزوج بالتأكيد ده حتى بينعكس على الابناء، وبالتالي بيكون النجاح والتفوق الاكاديمي وغيره. خلينا نقف مع العنوان في البداية، كوني له سكنا. طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا سبحانه وتعالى قال يعني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكوني له سكنا هو شيء منزل من عند الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خلق من أنفسكم أي من نفس النوع، يعني من نفس الفئة، خلق لكم أزواج لتسكنوا إليها. السكن بمعنى المأوى، بمعنى الطمأنينة، بمعنى الأمان. نعم، دي المعاني، طمأنينة، أمان، استقرار، جميل. طيب نحن لازم كمان يكون عندنا قدوة ومرجعية، وكوني له سكنا أيتها المشاهدة لابد من أن تقرأ، ونعم من نقرأ عنهم أمهات المؤمنين، السيدة خديجة، السيدة عائشة رضي الله عنهم، جميع كل أمهات المؤمنين. نعم. السيدة خديجة طبعا هي كانت المحتوى للرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن كلنا بنعرف أنه أول مرة لما نزل عليه الوحي هو ما فكر يلجأ لأصحابه أو لأصدقائه، هو الإنسان الوحيد اللي فكر الجلاء عشان يشعر بالأمان ويشعر بالإحتواء، السيدة خديجة. صحيح. فذهب إليها، يعني هو كان في قمة الفزع. فده بيدل على حاجة واحدة، إنه هي المرأة هي خلقت للإحتواء، خلقت للحب، خلقت للحنان. يا سلام. هي يعني في مثال السيدة خديجة حتى في حادثة يعني عندما جاء جبريل نزول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي أول من طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكرت أنت رجل صادق وأمين، وغير لن يأتيك إلا خير، أول من أخبرها يعني. فكانت له سكنا. نعم، وكانت له احتواء، ويعني برأيك طمنته. برأيك يا أستاذة ندى، نعم، يعني من الموقف الآن، موقف السيدة خديجة، الدروس والعبر اللي مفترض تستفيد منها كل النساء من هذا الموقف، يعني الموقف ده بالتأكيد عندكم في التنمية البشرية ما بيمر ساكت كده، عنده كثير من المعاني والمفاهيم. الإنسان ما بيخالف الفطرة ربنا فطرها عليه. دائما بيقول لك الزوجة هي النصف الآخر للزوج، أي المكملة له، مكملة له في كل تفاصيل حياته، حبا وسكنا وعونا وحنانا ومحبة. فالزوج يعني لما تمر به، يمر به موقف، تمر به ضائقة، يمر به يعني شيء أداه شعور بالخوف أو أداه، هو شيء من الطبيعي إنه يلجأ إلى زوجته. موقف الزوجة في الحالة دي شنو؟ إنها هي تحتويه، تحتويه بمعنى ان تنشر الاطمئنان، الطمانينه، تطمنه، تكون الى جانبه، ما تزرع فيه مثلا الخوف. لو بادر لها بانه يحكي لها اي موقف حصل له، هي تبسط الموقف، يعني ما تكون يعني منبع فزع او منبع تخويف بالنسبه له. ده المفترض يا المفترض. نعم. لكن الواقع غايته، الواقع ما عارف لكن شنو الحاصل، يعني انت دائما متشائمين يعني. دايما مش احنا متشائمين، لكن هو دائما الواحد يا أو في حل المواضيع وفي حل المشكلات، دائما انت لابد تجيب الواقع تشوف الحاصل شنو، بعد ذاك تبدا تحلحل، مش كده؟ تجيب المفاتيح. نعم. وعندكم المفاتيح يا استاذه ندى. نعم. ما جاء موضوع كوني له سكنا من فراغ، من فراغ. نعم. انت طبعا قلت كون له سكنا، هو يا استاذ ندى الواقع ده يعني ممكن يكون فيه زوجات فعلا هم سكن، يعني وتحيه لهم في هذا الصباح، يعني اكيد اللي بيحققوا الكلام اللي انت ذكرتيه وموجود. صحيح. الواقع ده بنتكلم عنه بكل تفاصيله، فتحيه للموجودين، لكن طبعا الغالبيه العظمى يعني هل هن سكن لزوجاتهم لأزواجهم؟
والله طبعا المرأة زي ما قلت لك هي خلقت للحب، خلقت للحنان، جميل. خلقت للاحتواء، لكن بقدر عطائها هي برضو محتاجة للعطاء. يعني حتى البحر ينضب في غياب الرعد، يعني هي بقدر ما تعطي وبقدر ما تدي هي برضو دايرة ولو قليل من الاهتمام أو قليل من التقدير. أنا ما بجحف حق المرأة، ما بقول إنه النساء دول كلهم مثلا يعني شحيحات في عواطف، لكن بقول إنه الرجل الشرقي شحيح بعض الشيء في عواطفه، ودي لحظاتنا بنعترف بها يعني. صحيح. فهي المرأة بتحاول دائما إن هي تبص الحب في البيت. في البيت لو كان ما محفوف بالحب، ما محفوف بالأمان، ما محفوف بالحنان، نحن بننتج أطفال غير أسوياء، بننتج بذرة غير صالحة للمجتمع. دي إفرازات البيت الغير ما فيه يكون له سكن. نعم، البيت لازم يكون أساسه الحب. صحيح. أنا بس في نقطة داير قبل ما نمشي للموضوع ده داير أتكلم عنها، بما أنه أنت ذكرتي أنه يعني موضوع أنه الزوج هو لابد يهيئ البيت عشان الزوجة تكون له سكن، أنه معناه نحن محتاجين نعرف الخطوات والسبل اللي مفترض تتبع من الأسرة من الزوجين عشان المرأة تكون سكن للزوج، وعشان الزوج برضه يكون سكن للمرأة، مش كذا؟ نعم. ولا هو السكن بس بيكون عند المرأة يعني؟ الاثنين. نعم. طبعا اكيد. يعني هو الزواج مشروع متكامل، كينونة. يعني كل يكمل بعضه البعض. صحيح. يعني هي سكن وهو سكن. صحيح. هي سكن وهو وطن يعني. يا سلام. فأنا قلت انه البيت لو ما كان اساس الحب، أساس التفاهم، أساس التوافق، التوافق الاجتماعي، التوافق الفكري، التوافق حتى في المستوى على حسب تدرجة، بيكون في بعض يعني النزاعات والخلافات دي، بيكون في عدم، في نفور، تنافر متواصل. أي بمعنى إن أنا مثلا أي رأي أنا بديه انت ما بتعمل به، وانا بنفس الوقت برضو بمعنى برضو تاني اني انا مثلا اكون بفكر في نفسي بس كواجهة كرجل، انا يعني ما تفكيري كله يكون محصور في نفسي بس. في حقوق وواجبات، لو اي واحد من الزوجين عرف حقوقه وواجباته والتزاماته والتزم بها في نفس بالطريقة دي، بيحصل الثبات وبيحصل الود والمحبة. يعني الزوجة أصلا عندها مهام خلقت من أجلها، يعني تنشئة الأجيال. يعني نحن ما عاوزين نتكلم في الموضوع ده كثير، لكن زمان حتى المرضعات، يعني كان النساء في المربيات وفي المرضعات، ففي الوضع الراهن المرأة العبء يعني بيقى عليها كثير جدا جدا. صحيح. يعني بقت مضغوطة، فبالضغط الكثير يمكن تكون فقدت بعض من الرومانسية لأنها بقت مشوشة الفكر. يعني تلقى في نوع من الآباء بيكون حتى ما عارف ورده ده في المدرسة فيها تصف، مشغول بس همه كله يمشي الشغل ويجي، وبعد كده هو تعبان وعاوز نوم وما عاوز كلام كتير، وانتهى الموضوع ويمشي الشغل ويجي. فهي المرأة هنا متكبلة يعني كل هذه المشاق ومتحملة فوق طاقتها. صحيح. لكن بعد ده كله رحنا نطلب منها إنها برضو تكون سكن إن شاء الله. وفي مواضيع متعلقة بالتربية قاعدين يقول لك يا أخي نحن السودانيين في تربيتنا قاعدين نستحي حتى من ولدنا أو من بيتنا، نقول له نحن بنريدك وبنحبك أو الكلام اللي قاعد يقال ده. لكن كده خلينا نشوف حنان من كردفان ونجي راجعين لتفصيل النقطة دي. يا حبيبي اتصال. مرحبا يا حنان. أهلا بك. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة. يا أخي إن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم كل اللي تعملوه. آمين يا رب. آمين يا رب. أستاذنا ذكر حالك الله خير. أهلا بك. يا ستي أنا محتاجة لتلفوني بعد ربنا سبحانه وتعالى، بجد أنا محتاجة ليكي. طيب الله يبارك. حتشاركينا في الموضوع ولا تاخذي الرقم؟ أنا متابعة. تمام. خلاص. طيب. خليك في الكنترول، ما تكفي الخط، خليك معرفة في الكنترول، ادوك رقم أستاذنا. إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يديكم أكثر. الله يديك العافية. شكرا. شكرا يا حنان. طبعا البرنامج كله خدمة من أجل خدمة المشاهدين بإذن الله تعالى. يعني أستاذ ندى أكيد تجد كل الترحاب لحنان وتساعده في حل ما تحتاجه إن شاء الله تعالى. طيب إن شاء الله. أنا حقيقة يعني عندي سؤال يا محمد يتعلق بالكلام اللي قلتيه يا أستاذ ندى، بس الحب، الحنان، التفاصيل دي يعني قبل الزواج، خلينا نتكلم عن الشباب الحاصل الآن.
بنلقى فيه موجود كل الطاقة دي وكل الأشياء دي صحيح. خارج إطار الزوجية، لكن بعد ما يحصل الزواج مباشرة تنتهي كل هذه التفاصيل تتحول لحياة أخرى. يعني كل الكلام اللي كان معسول في فترة الخطوبة، خطوبة فقط أو حتى ربما هناك علاقات خارج الخطوبة صحيح ذاتها صحيح يعني صحيح. حتكلم عن الواقع. للأسف ده الشيء بيحصل بيحدث يعني دائما، وده ممكن بيكون سبب صدمات نفسية حادة لبعض الفتيات، لأنه بيكون الخطيب أو مثلا الإنسان الحاب يتزوجها عايشة في حياة وردية هي بتحلم بها، وهي برضو ممكن تكون كده برضو. نحن بس عشان ما نخلي الكلام طيب خلاص عشان نكون مستفين يعني. لا لا يا محمد، بالمناسبة الشاب هو اللي قاعد نحن نكون مستفين نكون مستفين في الحتة دي. أكثر الكلام العزب المعسولة ها بيقولوه من الشباب. نعم من الشباب لأنه سبحان الله زي في حاجة كده أنا حذكرها لكم، إنه ربنا سبحانه وتعالى لما خلق حواء فسأل آدم هل تحبها، طوال قال له بدون منازع. فلما سأل حواء قالت لي قال لها أو تحبونه، قالت له ومن هو، عرفتها. فالمرأة في طبعها التمنع، عرفتها يعني شنو المرأة في طبعها التمنع وإن كانت ترقب. فالمرأة دي مش حياة، لكن دي شي تركيبة فيها يعني طبعتها كده إنها هي متمنعة، عشان كده ما بتدي ما بتدي هي الكلام الجميل. طيب بيبداه دائما طيب الرجل. نستأذنك في اتصال معنا أم أحمد ونجي إن شاء الله نواصل معك. السلام عليكم. طيب للأسف قطع اتصال يعني. أم أحمد حاولي أنك ترجع ثاني ونسمع كمان مشاركته والموضوع لأنه مهم. كوني له سكنا، نحن بنتكلم في الموضوع ده من أجل أنه لمزيد من الحب في بيوتنا، ومن أجل تعديل كثير من السلوكيات اللي نحن قاعدين نعملها سواء عن قصد أو من غير قصد. فنواصل في النقطة دي في غاية الحديث. الأهمية زي ما قلت لكم المرأة في طبعها التمنع يعني دائما هي ما بتدهي بالكلام المحسول زي ما قلتوا أنتوا، لكن لما تلقى مثلا هي بتحتاج للكلام ده، هي بتحتاج له بشدة كمان، لكن شنو ما بتدي به هي، لكن لما تلقاه من الزوج أكيد حتبادر هنا فلما الزوج عايشة في الحياة الوردية، والمرأة زي ما ذكرت قبل كده بطبعها يعني مرهفة ما زي في أحاسيسها، وتجي أرض الواقع تصدم خاصة مع الحياة الاقتصادية اللي بقت ضاغطة، والناس بيجوا سبحان الله همهم كلهم يعني يتناسوا الحب وتناسوا الرومانسية وتناسوا كل شيء، همهم بس شنو إنهم بس كيف يوفروا خدمة العيش، وده خطأ ده خطا يعني خطا كبير. لكن هو المساله دي بقت واقع يا استاذ ندى، بقت واقع لكن هي استاذ ندى بتقول خطا صحيح. هو يعني ما كل واقع هو صحيح، يعني احنا بنعيش اخطاء كثيره جدا في حياتنا، ونحن هنا عشان نصحح بعض الاخطاء ونصحح بعض المفاهيم والمعتقدات الخاطئه. فانا الرجل لا بد منه اول ما يصل بيته جنته يعمل فصل تام بينه وبين العمل، وانه هو كان في اجواء العمل، وبانه هو داخل بيته، فما يعني ما يتذكر، ما يجي داخل بهموم العمل، ما يجي داخل بمشاق العمل على بيته، ما يجي متكدر، يجي يرسم ابتسامه. يعني رسم الابتسامه على وجهه دي اول حاجه بتكون هي منبع السعاده. طيب محتاجه تفضفض، محتاجه زول يسمعها، ومحتاجه بعد المكالمه. بعد المكالمه وشفاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، حبيك يا وفاق. الله يكرمك وشرف التحدث له سكنا. نعم له سكنا. أيوة والله هذا أمر مهم جدا بالنسبة للعصر الذي نعيش فيه، والله مفترض كل امرأة وكل رجل أن يكون يضع هذا العنوان في نفسه ويضع له جواب المقيم. كوني ممكن نتحدث عنه من ناحية أخرى باختصار. كوني له سكنا، المرأة العاقلة المتدينة المتمسكة تعلم أن هذا الزوج أمانة لها في عنقها في المقام الأول. نعم. ثم بعد ذلك بإيمانها بالله وتقواها لله سبحانه وتعالى، وفقها بالحياة الزوجية، وفقها كذلك بقيم شأة الأبناء، تستطيع أن تكون للزوج فعلا سكن له في الدنيا وسببا في نجاته أمام الله صحيح. له تحفظه إذا غاب عنها في نفسها وفي مالها،
تكون له ثقلا في تنشئة الأبناء تنشئة حسنة، تكون له ثقلا في تهيئته خبرا في تهيئته النفسية. ما ممكن أن الزوج إذا أتى من مكان عمل ما مباشرة تواجهه بالمشاكل، لا، هي الحالة النفسية في هذا المقام قد تكون أكثر سكنا، وهي قدوة تكون حسنة بأخلاقها الفاضلة وبعقلها الراجح، تكون لها سكنا في شتى مجالات الحياة بفن وفقه جميل. المرأة تكون للزوج سكنا تحفظ الدار، لا تدخل الدار أحدا بدون إذن الزوج، وتسعى في رضاه كي تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجع عنها راضٍ دخلت الجنة، تعلم أن هذا الزوج هو جنتها أو نارها. إذا أطاعته وكانت له سكنا كانت له الجنة، وإذا عصته حسابها على الله. جميل، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا يا وفاق من الجولي، تحيه ليها والله، وقيمه جدا جدا، وحنعلق عليها، وذكرتنا بتلك الزوجه التي ان اخطا عليها زوجها يعني تقول له لا انام حتى ترضى عني، هو يا سلام، هو اللي اخطا وتقول له لا انام حتى ترضى عني. فنعلق ماذا على والله طبعا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فالزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، فالمسؤولية طبعا والأمانة دي ما حاجة سهلة، ما حاجة صعبة، فعلى الزوجة إنها تصون المسؤولية دي بالقدر المطلوب منها وبالمهام المكلفة لها، زي ما قالت أختنا وفاق. يعني دائما أنا بقول إنه ما في إنسان كامل، أي إنسان فيه عيب، لكن في جانب بيعوض عن جانب، فلو الجوانب الإنسان دائما لقى جانب مثلا بيعوض في الحياة الأسرية دائما أو في الحياة الزوجية دائما، أنت ما بتلقى شريك حياتك بكل المواصفات اللي أنت رسمتها، أو مثلا بكل اللي عشتها معاه قبل الزواج أو مثلا كده، لكن بتلقى جانب يعوضك، صح، بتلقى جانب من الجوانب يعوضك. فدايما الزوجة تركز على الجانب اللي بيعوضها، وكذلك الزوج يعني ما يركز على الحاجات اللي بتنقص، أو مثلا على السلبيات، أو مثلا على الأشياء اللي هو اتمناها وما لقاها مثلا، صحيح. يركز على الحاجة اللي لقاها ولو كانت بسيطة، فجانب بغطي عن جانب آخر. صح. جميل. صح. جميل. كنا بنتكلم يا أستاذ ندى عن موضوع الظرف الاقتصادي اللي أصبح يعني جانب أو مهدد من مهددات الأسرة، مهدد من مهددات السكن في الأسرة والاطمئنان والحب. الزوج هاجسه إنه يجيب الحاجات لناس البيت، والزوجة كمان لو ما جاب حاجة تلقى تستقبله مين برا، ليه ما جبت الحاجة الفلانية؟ دي برضو واحدة من التصرفات. هل التفاهم ممكن يحل لنا المشكلة دي؟ أكيد. أنا يعني أنا في كلمة صغيرة حقولها، يعني اليقين والتوكل على الله. الإنسان لو بقى همه إنه همه العيش كده، اول حاجه كده ما يجوز اول حاجه، بعدين حياته هتفقد كل طعم وكل لون وكل النكهه وكل سعاده. فمن توكل على الله فهو حسبه. ان احنا ليه نخلي المعيشه تكون هو الهم وهي بالنسبه لنا الهاجس، وكل تفكيرنا وكل منصب بس نحو انه انا اعيش كيف. صحيح. ده خطا وذاته لا يجوز. يعني سبحان الله بيقول لك من ملك قوت يومه ونام آمنا في سربه فقد ملك الدنيا. صحيح. الإنسان لو 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 عاش الإحساس ده ومر اليوم حقه بسلام، هو ما يفكر الغد، تفكير في الغد حق ربنا سبحانه وتعالى، ما حقه هو. فالإنسان لو وصل للقناعة دي أكيد حياته هتمشي في سعادة وهتمشي في هدوء وطمأنينة. تفتكري بنسبة كم في المية من المشاهدين يوافقونك الرأي؟ من ناحية نظرية صحيح كل الناس بتوافق الرأي، لكن من ناحية عملية. عملية والله طبعا أنا حكون عادلة، حقول إنه مثلا يمكن في ناس حيقول دي بتضحك على روحها أو مثلا بتضحك علينا، لكن نحن أمرنا بكده، يعني نحن ما مسلمين ساي، ده الدين حقنا أمرنا بكده. نحن لو عشنا الإيمان هو ما وقره مش في القلب وصدقه العمل، نحن لو عشنا الكلام ده بتفاصيله وكان اليقين في قلوبنا ما حنشيل هم المعيشة. لأنه في واحد قالوا له بلق خبز الرقيف درهم في زمان، يعني الله ولا يهمني، فأنا أعبده كما أمرني
وهو فأنا عبده كما أمرني. حتى لو بلغت نعم حبة الشعير نعم 1000 درهم وهو صحيح يرزقني كما وعدني, كما وعدني. صحيح. أن إحنا لو بجد عشنا دع صدقا ومصداقا والله يأتينا الرزق من حيث لا نعلم. أن إحنا ليه نقص حياتنا بالمسائل المادية؟ صحيح. أنا ما بقول إنه إحنا ما في حاجة إلى المادة. المادة هي وسيلة لكن ما غاية, هي عصب الحياة. عاوزين نتعلم محتاجين للمال, عاوزين نتعالج محتاجين للمال, حتى عاوزين نتصدق محتاجين للمال. صحيح. وممكن التصدقات تكون حتى بالكلمة الطيبة يعني. يا سلام. لكن نحن ما نخلي شغلنا الشاغل المادة. المادة نعم, لأنه ده بيسهب بيفقد الحياة معناها بجد يعني. وللأسف لأن الإنسان بيكون دايما في حالة لحس متواصل. صحيح. صحيح. وربط ما عنده نهاية. وللأسف المال كان سبب مشاكل كبيرة يعني. بنلقى كثير من الأسر النقطة دي في غاية الأهمية, ولربما تكون حتى سبب من المشاكل. صح. بتختار لبناتها للأسف الشديد الناس اللي عندهم قروش, يقول لك نحن والله دايرين زول عنده قروش بنتنا دي بعدين زي محمد عمر ده كده. طيب لكن كده معانا اتصال يا خليل بس ناخذ زي محمد عمر ده. انا حقيقي معاك فيه انا معارف. السلام عليكم يا رحيله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا الله يديك العافيه. السلام يا رحيله حبيبي. وفقكم الله ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يديك العافيه. كوني له سكنا يا رفيده. والله إذا نزل البرنامج اللي ينصني له سكن أتمنى. رفيدة اسمعينا من سماعة التلفون وأقفلي تماما صوت التلفزيون ممكن؟ لا قفلت صوت التلفزيون ده من. طيب. التلفون بقى يعني معلش. طيب تمام تفضل. تفضلي. الله يبارك فيك. أول يعني بالنسبة للمرأة كوني له سكن, أيضا أسأل الأستاذ كيف أكون له سكن؟ تمام ممتاز. تمام ممتاز ممتاز. كيف أصنع له سكن؟ تسمع إن شاء الله الإجابة. شكرا جزيلا لك رفيدة. يمكن رفيدة هي خشت في المحور الخشين له محمد يمكن تعلق حتى بخطوات عملية. صحيح. في كيف تحتوي المرأة الرجل, وهذا الاحتواء هو السكن في حد ذاته. نجيب على السؤال ده ولا نجيب بعد ما نجيب على السؤال اللي سألته قبل شوية؟ ولسه عندنا موضوع تعليق انه دائما الزواج من المفترض انه يكون فيه المودة والرحمة زي ما بديتي انت بالآية الكريمة, زي ما شفنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الزيجات الناجحة. يعني هي كانت البيت كان فيه حب لأنه ما كان مربوط ربط مباشر بالمادة كده. خلينا نشوف برضو الشباب بيقول لي عايشة من الجزيرة. كويس إنه الاتصال يا خليل غالبيته من النساء. يعني ناخذ اتصال عائشة ونعلق على كل المكالمات مع بعض. مرحبا. عائشة عليكم. مرحب بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عائشة أدينا طوال الواقع واقع البيوت, هل موضوع كوني له سكنا ده عند الزوجات موجود ولا في بعض المشاكل الحاصلة مانع كوني له سكنا دي ما تكون موجودة كما ينبغي يعني؟ والله هي يعني موجودة وما موجودة في نفس الزمن. دي إجابة دراسية. في ظاهر الحال ما موجودة, لكن يعني لما الشخص يتعرض لمرض شديد كده ويحصل له حادث كده بيظهر الحاجة دي. بيظهر انه هو ما كان مهتمين, لكن في كل الأحيان بيكون جميل. طيب طيب انا اصلا عايزة اسأل الدكتورة. تفضلي. طبعا اللي هي مسألة كوني له سكنا بتعتمد عليه تقبل الآخر وكده. في ناس الظروف بتجيه من غير ما يكونوا قبلانين بالطرف الثاني بظروف ما, فبيكون في رفض يعني من الداخل. فالشخص كيف يقدر يتغلب على الحياة دي؟ لأنه خلاص يعني حصل حصل وبعد فيها جنة ونار كده. صحيح. لأنه في حاجة من جوا بتمنى, فكيف الشخص يتجاوز الحاجة دي لو حصلت معه؟ هذا سؤال جميل ومنطقي جدا. شكرا يا عائشة. شكرا لك جدا. شكرا لك جدا. طيب أختنا عائشة سألتنا في كيف. أختنا رفيدة هي اللي قالت. أنت ما عندك سؤال مشكلة. أنا عندي سؤال معلق كده. نسأل أنا بقدم سؤال المشاهدين المشاهدين. طيب رفيدة قالت كيف أكون له سكنا؟ تكون له سكن بمعنى أنك أنت ما تكوني مصدر ترعيب وتخويف وترهيب. بمعنى أنك أنت لو حصلت آفة في الأسرة, حصلت مشكلة, تحاولي تبسطيها له.
يعني ما تحاولي تكبري لها تضخمي للموضوع، بالعكس تحاولي تبسطيها. لو حتى لو كان الموضوع هو كبير، مثلا حصل له كيس في العمل اترفت، طبعا دي بتاثر في نفسيه الرجل العمل بالذات، يعني مثلا لو حصل له كيس يمكن ده اكثر حاجه بتاثر في 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 نفسيه الرجل، او مثلا فقد احد اعزائه واحبائه، انت تكوني مواسيه له، يعني تكوني معاه وتكوني بغربه تحتويه وتسقري له كل المواضيع تبسطيها له، فانت مصدر الطمانينه، يعني السكن هو الطمانينه. وربنا قال لتسكنوا اليها، ما قال لتسكنوا عندها، صحيح. اليها. نعم. قبل الموده والرحمه جاء لتسكنوا. نعم. اليها. نعم. بعد ذاك وجعل بينكم موده. نعم. ورحمه. طيب عائشه من الجزيره سالت سؤال في غايه الاهميه، قالت انه انا الان تزوجتها لزول انا ما كنت، ده معنى السؤال يعني ما كان او بتحصل أو يعني حصل يعني، يعني أيوه. بعض الاشياء في هي سؤال بصوره عامه. بصورة نعم عامة. بصوره يعني انا مش بتكلم عنها هي. نعم. بس ضربت انه الكلام اللي ذكرته يعني. نعم. مثلا انه هي مثلا تزوجت شخص ما، والشخص ده ما كان مثلا من في حساباته او كده بالواقع. هو يا محمد يعني يمكن الحياه اصلا بطبيعتها بتحصل فيها المشاكل. صحيح صحيح. وبيحصل يعني كلنا في النهايه بشر، وممكن بين فتره وفتره حتى الناس اللي بيناتهم تفاهم عالي جدا جدا، ربما احيانا تحصل بعض سوء التفاهم لاختلاف الناس، اختلاف التربيه، اختلاف البيئات. اختلاف البيئات. بعد ذاك هي ذكرت فيما يتعلق بأنه أحيانا يحصل عدم القبول، ربما يستمر يوم يومين، وأحيانا في النفس بداخل النفس إنه والله يا أخي في رفض أو في عدم قبول، فكيف هي تجتاز هذه العقبة وفي نفس الوقت تحافظ على بيتها وتحافظ على. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. نعم. الميل القلبي والمشاعر والأحاسيس ما من إرادة الإنسان. ما بإرادته. دي حاجة من ربنا سبحانه وتعالى. الحب رزق. السيدة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إني رزقت حبها. كان بيتحدث عن السيدة خديجة، صح؟ نعم. فالحب رزق، يعني هو الحب ده رزق. فإذا كانت الحالة بتمر بها دي حالة عرضية بتتجاوزها، يعني بإنها ليوم أو ليومين، فالميل القلبي هو ما بيد الإنسان، ودي حاجة من ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا أنا ما أعرف، لكن دائما البنات ما أظن في, 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 في الوقت الحالي إنه في بيت بتجبر على إنسان هي ما حبت، أو مش موضوع إجبار، لكن قد تكون قد تزوجت قايلة في حاجات وملقتها وخلاص حصل الموضوع بتاع إنه والله طبعا وكيف تتقبله. والله دائما الإنسان الأولى في الحب حب النفس أولا، يعني أنا ما بقولك الكلام ده مثلا تشجيع عليها على خراب بيتها ولا كده، لكن فهي تحاول تصلح بإنها تخلق، تحاول تخلق جو يخلق لها الحب. طيب أستاذ لنا، يعني أنا أصيغ السؤال بطريقة مختلفة، يعني بنسمع منكم في التنمية البشرية يقول لك يا أخي مفتاح قلب الرجل معدته تقريبا أو حاجة زي دي. الخطوات شنو المفترض عائشة تتبعها الآن؟ 1 2 3 4 من أشياء وغيرها من اللي يسمعون، هي مفاتيح لعلاج المشكلات اللي بتحصل وكمان لمزيد من الحب. نعم. هي انا الحاجه اللي فهمتها ان القبول من عدم القبول من المراه مش من الرجل، يعني هي صحيح. المراه هي الما قبل اصلا الرجل. ايوه، يعني مثلا في عدم، هو اذا اساسا فقد الحب فقدت الحياه يعني. لكن انا بقول لها انت اخلقي، يعني ادي روحك فرصه، اخلقي جو من الحب، يعني حاولي عيشي جو رومانسي، يعني مثلا او تساعده هو ذاته. نعم. تساعده هو. نعم. تحاول تلفت انتباهه للاشياء اللي بتخليها هي سعيده، للاشياء اللي ممكن تخليها تحبه، للاشياء اللي تخليها تنجذب له، تحاول توريه يعني مثلا 1 2 3 انا عايزه منك. الوضوح في العلاقات الزوجيه يعني لا بد منه. نعم. جميل. فانا نصيحتي لها انها تحاول تخلق جو جديد، يعني حياه جديده. هو كويس ان هي اللي بادرت بان تبحث يعني الحلول. اكيد. وذكرت ده أساس يعني. وذكرت نقطة بالمناسبة في غاية الأهمية، ذكرت أن الموضوع معلق الآن بجنة ونار، ده براه بالمناسبة مسألة أنه المرأة التي تتقي الله سبحانه وتعالى في زوجها، ده أمر جيد يا أستاذ. نعم. هذا مشكلة. نعم. هو أساس في موضوع أنه المرأة تكون سكن للزوج،
بحيث انه تخاف الله في هذا الزوج. فاصفر بذات الدين تربت يداك. ممتاز. طيب كوني له سكنة، يعني موضوع كبير يا محمد ومتعلق بالحياة بشكل عام، لكن يبدو لي نحن باقي لنا 5 دقائق. الموضوع متعلق كمان يا أستاذ ندى بأنه التربية لابد منها، وربما بعض الناس الواحد بيكون والله خاتم مواصفات معينة يبحث عنها، بعد ذاك يحصل الزواج. فإذا مثلا هو وضع بعض المواصفات واختلفت بعد ذاك، بعد ما حصل الزواج اختلفت المواصفات اللي هو كان بيشوفها لقى خلافه، يعني هل يمكن يكون هناك سكن بعد كل هذا؟ والله أنا زي ما قلت لك هو ما في إنسان كامل، بيكون في جانب أكيد، يعني بيكون في جانب بيعوض عن الجانب المفقود. دائما الإنسان يركز، سواء الزوجة أو الزوج، يركز على الجانب المشرق، ما يركز على الجانب، لأنه لو ركز على الجانب المظلم حيشوف الحياة كلها ظلام. صحيح. لكن مجرد ما يركز على الجانب المشرق بيشوف الإشراق والنور في حياته، يعني بعدينك يعني التجديد بالهدايا، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، فأولى بالحب الزوجين، يعني هي تهدي له بيكون كسر الروتين، وهو يهدي لها يعني حتى من غير مناسبات. بعدين الإفصاح بالكلمات الجميلة زي ما قلت، نحن عندنا زي العيب شحيح جدا، شحيحين في عواطفنا وبخيلين فيها جدا، ما بنبدي، يعني مثلا ما ممكن زوج يجي يقول لزوجته صباح الخير يا حبيبتي، او مثلا الزوجه دي عندنا احنا بنشوفها كده زي الحاجه، يعني انا زي العيب ولا شزيت. نعم صحيح. فنحن يعني ما انه ده واجب بالمناسبه، لا هو في، هو موجود موجود، اي نعم، لكن بالنسبه قليله، لانه التربيه يعني مثلا حسي ما بتلقى ام بتقول لاولادها نادر يا حبيبتي يا حبيبي، او مثلا والله انا بحبك، يعني حبيبي. استاذ ندى، يعني لو مثلا مرينا على 10 اسر ممكن نلقى اسره واحده بيحصل فيها الكلام ده، والتسعة ربما يكون، او يعني هي طبعا نسبه ما دقيقه، لكن كقراءة للواقع. نعم، برضو يعني سبحان الله الترابط والحب والود هو ما كلام، هو افعال. صحيح. يعني انت لازم تبدي في كل يوم، لازم تجدد مشاعرك، وعبال المشاعر دي ما عندها علاقة بالعمر، يعني ممكن الناس يكونوا عايشين مع بعض 50 سنة زواج وما زال الحب بيناتهم بيكبر ويكبر، يعني صح. طيب انا عندي سؤال يمكن يكون الاخير، ان شاء الله الزمن يكفينا له، في موضوع الحوار بتحصل كثير من المشكلات، في انه والله يا اخي المرأة هي ما فاهمة طريقة الحوار المناسبة مع الرجل. صحيح. والرجل ما فاهم الطريقة المناسبة في الكلام نفسه في الحوار مع المرأة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمكم غارت، صحيح، خلاص يعني الموضوع انتهى، هي كسرت الصحن لكن أمكم غارت، ويفهم إنه الغيرة واحدة من الأشياء اللي ممكن تشكل لشخصية المرأة فعلا. وفي نفس الوقت بنعرف كثير من تفاصيل الحياة اللي كانت من أمهات المؤمنين في تفهم لنفسية الرجل بالنسبة لي. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام، نحن ممكن نستفيد من الحياة دي؟ والله طبعا زي ما قلت انت، الغيرة في طبع المرأة. صحيح. لكن الغيرة اللي بتكون بخوف، يعني مش بخوف علي انا، لا بخوف على زوجي، يعني اخاف، يعني مش الغيرة العمياء، الغيرة القاتلة، ما الغيرة في حد ذاتها المدمرة. مثلا يعني مثلا لازم الثقة طبعا اكيد تكون موجودة بين الزوجين، يعني مثلا دي من اهم الاشياء. نعم. فالغيرة هي موجودة مثلا، يعني ممكن الزوجة تغار حتى مرات من اخوات الزوج، لو مثلا كان العلاقة بيناتهم حميمية شديد، يعني فده شيء طبيعي، يعني الزوج لازم يكون فاهم الحتة دي ويتقبلها. صحيح. ويحاول كمان شنو، انه يماشي المرأة على يسائرها على طبعها بكل رأفة وبكل حنان، يعني صحيح. هو مسألة الفهم، مسألة المسايرة دي المسايرة والمدايرة. نعم. المسألة دي هي متعلقة بالمفاهيم. صحيح. وعلى العموم الزمن بس الموضوع مهم، يعني حقيقي شكلنا حنواصل فيه ان شاء الله، لسه عندنا الحلقه الجايه حنواصل، يعني كلام كثير ومحاور كثيره ما تطرقنا لها. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، وسعدت معاكم ومع المشاهدين في الدقائق. الله يديك العافيه.